هسخن الحله دي ونزل دلوقتي مقادير، هنعمل سلطه بناكلها دايما جنب الايه؟ جنب الكبده. بتبقى بواقي الكبده اللي بتتحمر في الطاسه عند الراجل، ويروح عامل لنا شويه لسان عصفور بالصلصه كده حلوين، وبنقعد نغمسها برده جميله. تعالوا كده نشوف هنعملها ازاي. ناخد قطعه كبده واقطعها فيها عشان تبقى جميله، ما تبقاش عندي قطع كبده يعني ما طلعتش هدر في الموضوع. طيب عندنا زيت وزبده، ممكن زيت وسمنه اللي انتوا بتحبوه، وعندي شويه لسان عصفور كوبايه ولا حاجه على حسب ما حضراتكم تحبوا، وعندي كبده مستويه ممكن حته كبده قطعه كبده مش فارقه، وشويه صلصه طماطم معلقتين ولا حاجه، وكمون وملح وفلفل. خلاص ممكن تضيفوا شويه كزبره جافه، ممكن تضيفوا شويه توابل كبده من اللي احنا حطيناه لي، يريح حضراتكم. هاخد كده الزبده وهاخد الزيت، ودايما بحط زيت مع زبده عشان ما يتحرقش الزبده مني، عشان احمر الايه اللسان عصفور. والزبده بتدي طعم وبتتحرق لان فيها نسبه لبن، برده فيها نسبه ميه يعني اهي. ناخد بقى كده لسان عصفور، بسم الله كده شويه حلوين كفايه، ونحمر اللسان عصفور ده. بقى في منه شركات، في منه بيتباع عند العطار، في يعني من ضمن العطاره واحد بينزل كل المنتجات الخاصه بالعطاره، بس بيبقى لسان عصفور حضراتكم عارفينه اللي هو الحبه الطويله ده، بقى ممكن يبقى بديل للرز البسمتي. لو حابين تعملوا رز بسمتي زي البرياني او وساي مثلا، الرز البسمتي مش متوفر، استخدموا لسان عصفور الطويل ده. هنشوحه عادي جدا، وهنبدا نديله الكركم والكاري يعني بتاعتنا والمرق وكله، وهنسويه. بس طبعا مش هياخد نسبه الميه بتاعت الرز، هياخد نسبه الميه القليله بتاعت الايه اللسان عصفور، زي مستوى الايه مستوى المحشي كده. فين يا نودي المقادير بتاعت المكرونه؟ اوكي ماشي كده. هنحمر تحميره حلوه، من عينينا. احنا عملنا خلطه يا استاذ فضل للفراخ المشويه، عشان مخرجنا بيقول لي المدام عايزه خلطه سريعه. هنحط فيها بصلايه وكم فص ثوم، ونحط علبه زبادي واحده، وبنحط فيها الملح والفلفل وبهارات الفراخ، وممكن تحط كمان شويه من الكركم او الكاري لو حابب تديها تيست، معلقه صلصه، ممكن معلقه صويا صوص لو متوفره. وبنضرب الخليط ده كله مع بعض، ممكن يبقى فيه طماطمايه لو مش عايز تحط صلصه، بس هي عشان تاخد لون. ونبدا نضربه كله مع بعض في الخلاط مع شويه خل وعصير ليمون، ولو عندك رشه زعتر، وبعدين بنحطهم بقى ايه في الخلاط. نضرب كل المكونات الحلوه دي مع بعض، الزبادي بيتحول لسائل فبيسهل ضرب المقادير مع بعض، وبيدي طراوه للفرخه. يعني حتى لو الفرخه كبيره حجمها هيطري الصدور وهيخلي الصدر طري مش هينشف، حتى لو قعد في الثلاجه سواء بعد الاكل ولا باتت ليله. وهنصبها على الفرخه ونسيبها في التتبيله دي مثلا 4 ساعات، نسيبها من بالليل لتاني يوم زي ما حضرتك عاوز، وبعدين نحطها على صينيه بالصوص بتاعها بكله وتدخل الفرن. يلا بينا. مكرونه قلم مسلوقه حوالي 350 جرام، كيس مكرونه يعني. لحمه عصاج اللي احنا بنعصاجها بالبصل، وممكن تحطي فصين ثوم ملح وفلفل وبهارات لحمه بس، ممكن رشه جوز الطيب. وعندي البشاميل، البشاميل 4 كوبايات لبن على 3 معالق كبار من الدقيق و3 معالق كبار سمنه او زبده. الدقيق قد الماده الدهنيه يا ام عبد الرحمن. حطيتي 4 معالق دقيق، هتحطي 4 معالق سمنه قصادهم، هتدوبيهم مع بعض الاول. لو عايزه تحطي مكعب مرق في البدايه ماشي، وبعدين هتروحي منزله عليهم باللبن مع التقليب المستمر. نعم، 3 دقيق و3 سمنه او زبده، ولتر لبن، 3 مكعب زيت، 3 معالق 3 مكعبات كبار، لا 3 معالق زبده. المعلقه ممكن تاخد اكتر من مكعب على حسب التقطيع، بس احنا بنفضل في البشاميل دايما انا بحب احط السمن. بصوا انا حمرت لسان عصفور اهو، وصل للدرجه دي، لازم يبقى متحمر شويه اهو. عندي هنا ميه سخنه، وعندي صلصه، وعندي هاخد معلقه صلصه كده. ليه بقى لازم انزل الصلصه دي كده؟ عشان تطلع الماده الحافظه اللي جواها، اتخلص منها مش كتير. خليني بس بسم الله الرحمن الرحيم. لو انت بيمسك البشاميل معاكي بيمسك يعني بتحسيه بيكلكع منك، خديه على البارد. اضربي السمنه والدقيق واللبن في الخلاط، وبعدين حطيه في الحله، وابداي قلبي على النار مع رشه ملح وفلفل وبهارات
ورشه جوزه الطيب زي ما انت عايزه. بصوا انا بحط شويه شويه لان لسان عصفور مش عايز ميه كتير، هحط بس الكمون، رشه كمون، رشه ملح وفلفل، لازم يبقى منكه حلو يعني. ولو عايزين تحطوا كمان نص معلقه من الكزبره الجافه ماشي. خلاص هاخد كده، ههدي النار بس هنا، ونحط بقى الايه خلي بالكم الصوص ده ما بتبقاش ناشفه قوي، يبقى فيها شويه صوص يعني، ها مش ناشفه قوي، انا قللت النار خالص عشان تتشرب حلو. ومعانا ام يوسف. يا اهلا يا ام يوسف. ازي حضرتك يا فاطمه؟ اهلا بيك يا حبيبه قلبي. احنا يعني بنحب حضرتك جدا لان ربنا يديك الصحه، بتعمل لنا كل اللي نفسنا فيه. حبيبتي نفس الوقت عايزه اسال حضرتك على بسكوت الشوفان. اتفضلي. عايزه تعملي بسكوت بالشوفان؟ وعايزه اعمل بس معلش تهنئه يا شيف عظيمه. اتفضلي يا روح قلبي. يا سلام على راسنا. انا بهني الكابتن محمود الخطيب بالمباراه جدا جدا، وبقول له من انتصار لانتصار ان شاء الله. آمين. تعالى امين. وعقبال يا رب ان شاء الله ما ياخد الدوري الاهلي باذن الله تعالى. امين يا حبيبتي. ياخد كاس الانديه. امين. وبس يا شيف عظيمه يعني ما شاء الله. مني لحضرتك، انا عندي ولد احتياجات خاصه، كان نفسي يا حبيبي الكابتن محمود الخطيب لان هو عنده ضخم في الكبد وعنده دهون يا حبيبي. ربنا يبارك لك فيه. مدرب احتياجات خاصه يعمل له نشاط رياضي في جيم، فانا طبعا مش مقدرتش يا شيف عظيمه ان انا اوديه بمبلغ عالي، فكنت عايزه بس حضرتك تنزلي الكابتن محمود الخطيب بالنسبه لجمهور الاهلاويه اللي بيحبوه وبيحبوا التراب اللي بيمشي عليه حبيب. ياخد بس الولد الاحتياجات الخاصه ده يوسف فيه لغايه بس ما ربنا يشفيه. سيبي بياناته في الكنترول واحنا هنبلغ بيها القناه من عندي ولعندي. حاضر. من عندي ولعندي يا ام يوسف. سيبي لو سمحتي بياناته يا شباب، خدوا البيانات بتاعت ابن ام يوسف. شكرا ليكم يا حبايبي، شكرا ليكم. من عيني يا حبيبتي، من عيني، واعانك الله على خدمته واسابك ثواب كبير جدا جدا بجد. حقيقي والله يا ربنا اختصك بحاجه قويه جدا مش كل الناس تقدر عليها، فربنا يقويكي ويقدرك. بصوا انا بزود شويه شويه. انا ايه هعلي سنه وتعالوا بقى ايه بسم الله هاخد كده حته كبده صغننه اقطعها ونشيل بقى شويه دول قلنا احنا هننخلهم وهنحط منهم شويه عندنا في الفريزر كده. هاخد بقى ايه سكينه جميله بسم الله الرحمن الرحيم ماشي ونوضب كده هنا. خلوا الولاد تستثمر الاجازه، اللي بيروح تمرين طبعا يعني يروح تمرين لانه التمرين مهم جدا. الرياضه مهمه للولاد الصبيان بالذات لانها بتطلع طاقه قويه جدا، ومهمه للولاد في سن البلوغ مهمه جدا الحقيقه. البنات استثمروه في المطبخ وفي توضب اوضتها، تساعد في حاجه في البيت، توضب سريرها، تتعلم انها تنشر الغسيل، تتعلم انها تطبق الغسيل، الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه ما تستهتروش بيها. بس مع الوقت هتلاقوها من نفسها خدت دولابها ورتبته، شالت غسيل، لقيت غسيل عايز يتنشر هتنشره. ممكن اعلمها تقف تعمل شويه رز ده؟ شويه رز حلوين، اقول لها المعايير بالظبط وتقف انا وابقى واقفه وهي واقفه جنبي وتعمل. انا شفت ناس بتعمل ده، حموات بتعمل ده مع زوجات ابنائها، ربنا يبارك فيهم ويديهم الصحه والعافيه، على الرغم انها في بيت مامتها ما اتعلمتش، لكن حماتها كانت ليها مثابه الام. فانا بصراحه باحييهم كل حما جميله بتتحمل وبتقدر وبتعتبر ان البنت دي كمان زي بنتها بالظبط. مش عايزه اكتر عليكم عشان السلطه ما تبقاش اكتر من الكبده يعني، بس ممكن اخد دي كمان. خلاص يلا حبايبي بسم الله. بصوا بقى الكبده طريه وجميله ازاي اهي كده، وناخد بالعكس اهي، لازم تبقى فيها قطع كده. انا هنزلها هنا في وسط التسويه بقى ونقلبهم مع بعض خلطبيطه بالصلصه، هي لازم تبقى خلطبيطه كده عشان تاخد من بعضها ماشي الكلام. نقلب بقى تقليبة حلوة وتتشرب بقى في وسطها الكبدة كده، ونسيبها بقى تاخد آخر تشريبة مع لسان عصفور عشان
هتبقى ان شاء الله طبق جميل باذن الله. نغطي بقى تاني، ممكن شويه بقدونس كمان. يلا بينا هنشيل دي، وتعالوا بقى نستعد. الاول نشيل الطبق الكبده ده ونحطه هناك. بسم الله. وانا هسيب بقى دي تتشرب على الهادي كده مع حضراتكم.